قتل ولا اي حاجه. النهارده حلقه فيها تفاصيل هتهمك جدا، هتفيدك في شغلك وفي الجواز. علم ان انت توزع مجهودك. هتوزع مجهودك على ايه وفي ايه؟ توزع مجهودك في البحث عن عمل، توزع مجهودك في الدراسه، توزع مجهودك البدني في المشاوير اليوميه. يعني في ناس اعرفهم قدرته ومجهوده هو يوم واحد، مشوار واحد، يعني مشوار واحد في اليوم، ويوم واحد في الاسبوع اللي بيعمل فيه مشاوير مثلا فيها ادفنتشر او نقدر نقول ايه مغامره، او بيجرب حاجه جديده او بيتعلم حاجه جديده في روسيا او في اوكرانيا. عشان كده بقول لك ايه، يعني وسع مداركك، حاول تشوف المدن والقرى اللي حوالين المدينه اللي انت عايش فيها، ده يخدمك كتير. ممكن مش نفس اليوم، ممكن بعدين، ممكن في المستقبل، يعني في الجواز، في الدراسة، في الشغل. حتى في الشغل مثلا ناس كتيرة يقول لك انا اترفضت في الشغل او مشوني من الشغل من اول اسبوع عشان انا مش عارف البلد او مش عارف المدينة او مش عارف المناطق المحيطة بتاعتنا اسمها ايه. طب ما تعرف من دلوقتي، هيخدمك كتير في المستقبل. يعني تعرف المواصلات بتاعتها، مشاورها بكام، ازاي، خدمات اللي موجودة. حتى ساعات تلاحظ مثلا واحد يقول لك في احد الانترفيوهات، يقول له انت عارف شركتنا موجودة في كام مدينة؟ انت مثلا شايف في الانترنت، قلت له مثلا 5-6 مدن، يقول لك طيب مثلا المدينة الفلانية تطرح ازاي، وهي ممكن تكون عن بعد، على بعد مثلا 150 كيلو منكم، وليها سكة سهلة. يعني تيجي انت تقول له لا ما اعرفش، يقول لك ده انت اساس شغلك هيبقى في الموضوع ده اصلا، ازاي مش عارفه؟ فهتلاقي نفسك تقول يا ريتني اتعلمت الموضوع ده، يا ريتني فهمت، يا ريتني شفت الدنيا حواليا والمدن اللي حواليا والقرى اللي حواليا. حاجات كتيره هتلاقي نفسك ندمان انك ما اتعلمتهاش. تقدر تخصص لك ما لا يقل عن يوم ونص الى يومين ونص اسبوعيا للقصه دي. بتوسع مداركك، بتوسع دماغك، افقك بيعلى، بتبقى عارف حاجات كتيره ناس كتيره ما تعرفهاش، حتى اهل البلد نفسهم. وانا ما بلومكش ان انت ما بتحبش تتحرك من المدينه اللي انت عايش فيها، لان حتى اهل اوكرانيا، اهل روسيا، معظمهم ما بيحبوش التحرك. المدينه اللي هو فيها قاعد فيها زي ما هو بقاله 10 سنين 15 سنه، ما يعرفش المدينه اللي بعدهم اسمها ايه ولا بيعملوا ايه في حياتهم، الا اذا كان عنده قرايب او معارف هناك. غير كده ما بيروحش مدينه ما يعرفش فيها حد. لذلك انت هتستغرب، هتلاقي او هم هيستغربوا اما تقول لهم انا رايح بكره لمدينه كذا، يقول لك انت تعرف فيها حد؟ لا. ما رايح ليه؟ شغل. تقول لهم لا رايح استكشفها بس، هيبصوا لك باستغراب، يقول لك احنا ما بنروحش حته ما حد ما نعرفش حد فيها. فطبعا انت هتسالني، هتقول لي امال اعمل ايه؟ انا بقول لك تعمل ايه. بقول لك ان انت المفروض ان انت تخصص يومين في الاسبوع، يكون منهم يوم ويك اند او نص يوم ويك اند للقصه دي، ان انت يبقى في عامل دراسه كده، مخطط، عارف المدن اللي حواليك. انا عايز ازور مثلا مدينتين او قريتين، هتمشي في الشوارع، هتشوف الشركات، هتشوف الحياه هناك ايه نظامها، الموقف مثلا وتكتب بتروح كله فيه منين وبكام، اتكلم مع الناس. برضو توظيف للغة، مش جايز يكون هناك اللي عندهم لغة قومية مختلفة، مش جايز يكون هم قومية مختلفة. بعض المعلومات هتفيدك ممكن في الجواز بعد كده في المستقبل، بعض المعلومات هتفيدك ممكن في الشغل. يقول لك مثلا ايه الزبون الفلاني ما بنحبش نشتغل معاهم علشان دول مثلا ايه ما بيحبوناش. طب لهم انا اجنبي ما عنديش مشكلة بين قوميتي وقوميتهم، فممكن اشتغل معاهم، ممكن ابيع لهم البضاعة بتاعتنا مثلا لو انت شغال في مجال معين، اي مجال يعني. قالني طب اروح البلاد دي او المدن دي اعمل فيها ايه؟ اقول لك، قلت لك تتكلم مع الناس، حاول تسجل وتوثق الفيديوهات والصور بتاعت الاماكن، وان امكن حواراتك مع الناس بعد اخذ اذنهم او الحصول على اذنهم. كل ده تروح على طول، اول ما تروح تاني يوم بالكتير تتفرج عليها، والا الفيديوهات والصور دي هتتركن ومش هتبقى مهتم بيها وهتنساها، مش هيبقى ليها اي قيمه، ومش هيفضل في دماغك من الرحله دي الا اقل القليل، اللي هو مثلا معلومات بسيطه كده مثلا اللي انت فاكرها من البلد.
لكن الفيديوهات والصور والحاجات اللي فيها الملاحظات بتاعتك كلها اللي انت بتوثقها هتتنسي لو انت ما شفتهاش على طول تاني يوم. ممكن تروح مطعم برضو تشوف الاكلات اللي عندهم، ممكن يكونوا حياة مختلفة، بالذات لو بنتكلم على روسيا. اوكرانيا برضو فيها قوميات مختلفة، بس بتكلم على روسيا ان فيها قوميات اكتر وتنوع اكبر. فلما انت تروح البلد دي كل واشرب اتفسح، روح هنا روح هنا، اتمشى على رجلك لو الطريق ممهد وحلو، لكن الطريق لو مش ممهد ومش حلو ومبهدل ومطين والاجواء صعبة، احسن لك ما تتجولش كتير، وخليك على قد اللي انت عارفه، ما تزودش من عندك، لان البلد اللي انت رايحها دي انت رايح تستمتع، رايح تنبسط. الحلقة بشكركم، في حفظ الله، السلام عليكم.